التفاتة إنسانية من جلالة الملك في لحظة تأزر وتضامن باستقبال أفراد أسرة لبنى الفقير ضحية تفجيرات بروكسل. جلالة الملك استقبل أبناءها الثلاثة وأمها وزوج الفقيدة في التفاتة ملكية تعكس الحس التضامني الذي يكنه جلالة الملك لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. حظينا باستقبال من ملك عظيم، ملك متواضع وإنساني، جعلني أشعر بتقاسمه معنا حزن هذه المأساة. أشكره من أعماق قلبي في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بعيد العرش، وأتمنى أن يحفظ الله العرش العلوي. كان الاستقبال رائع، فالمغرب بلد جميل ونحن سعداء. هو استقبال ملكي للمواساة وتقديم التعازي لأسرة الراحلة لبنى الفقيري التي طالتها يد الغدر والإرهاب في الاعتداءات الشنيعة التي استهدفت العاصمة البلجيكية في 22 من شهر مارس الماضي، عندما كانت في طريقها إلى العمل بعد أن وضعت أبنائها في المدرسة لتسقط ضحية تفجير محطة المترو مالبيك. استقبال كبير، ربي يصلحوا لنا، ربي يخليه لنا، ومالك يعني تري سونسيبل وتيفكر في الشعب ديالو، كيفكر في الناس، يعني حسينا قدام الملك ولكن بحال شي حد اللي هو يعني من العائله اللي كتعرفوا. الموت ديال بنتي ما عمرها تنسى لنا، ومالوغوزمون داك الشيء باقي دابا ساعه كنسمعوا التفجيرات وهذه، وتيعاود يفكرنا في داك الشيء اللي وقع، تنطلبوا على الله داك الشيء يتهدل. وتؤكد هذه الالتفاتة المولوية التي تشكل خير تجسيد للعناية الملكية التي يحيط بها جلالة الملك الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والالتزام القوي لجلالته لمحاربة ظاهرة الإرهاب الآفة العابرة للحدود.